يعني هو ما بعرف اسمه الساعه. المهم اجى هذا الشبيح عطوه بلش يقتل فينا ضرب 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 ضرب، مسك البلوكات، كل بلوك يشلف علينا والارميد يضرب البلوك بهدف القتل ولا بهدف التعذيب، يضرب على ظهرنا وكل واحد يجي بصيب فينا، كل واحد يجي بصيب فينا، كل واحد يجي بصيب فينا. المهم اكلنا قتل حتى انتهينا. بعد ما ياخذونا على الجويه اجى هذا الشبيح قال لي تعرف واحد اسمه محمد ديري؟ قالك سألني لي، قال لي تعرف في واحد اسمه محمد ديري؟ قلت له لا. قال لي انا اكبر شبيح بسوريا، ما بتعرفني؟ كويس. بعدين اخذونا على في شغله. هلا انت بما انك فلسطيني يعني كيف كان التعامل؟ نعرف انه النظام دائما هو نظام ممانعة، نظام مقاومة، نظام مع القضية الفلسطينية، مع الشعب الفلسطيني. بما انك انت فلسطيني فبدنا نعرف شلون كيف كان التعامل معك من وقت ما اخذوك من منطقة السيد علي لحتى اخذوك على البيت المهجور اللي هو الخرابة لحتى اخذوك عنا من الجو. لازم يكون في تعامل معك خاص بما انه هو نظام ممانعة ومقاومة للشعب الفلسطيني. هو هذا الشيء اللي اثر علي وزاد تعذيب علي، لانه انا فلسطيني. لما عرفوا انه انا فلسطيني كل واحد صار يجي يقتلني زياده على اللزوم عن رفقاتي، بيقول لي نحن هون معيشيكم، نحن هون عم طعميكم، وعم تطلع لازم انت تعبدوا لبشار، لازم تسجد له. صار يحكوا لي وكل واحد يجي يعرفني انه فلسطيني يزيد القتل علي ويزيد العذاب علي. من هون وصلنا للجويه، حطونا هنيك بالجويه، حطونا بقلب كرادور فيه عالم كانت معذبة وفيه عالم معلقة فيه. كان هذا بلشوا جابوا عصي وبلشوا يضربوا فينا يضربوا فينا يضربوا دون ما يسألونا أي سؤال، بس تموا يقتلونا بس يا كلب يا كلاب ويا من هالحكي. صرنا نبوس إيديهم وإجريهم بس مشان يشربوا لنا مي. كنا صايمين بهذاك الوقت، تمينا عنده تقريبا 3 أيام بدون أكل وشرب ومي. أبدا ولا أي بس قبل ما ياخذونا قبل ما يطالعونا يعدمونا شربونا مي، خلينا نروح نغسل ونشرب مي. هي قبل طلعت الاعدام. قبل ما طلعت الاعدام. المهم يعني بهالثلاث ايام كلنا نمناهم ساعه او ساعتين والباقي كله عذاب عذاب. طيب هلا في شغله، انت بتذكر شيء اسماء من اللي كان العناصر اللي عم تعذب او من الضباط او اي حدا او شبيحه؟ ما كان يذكرنا، ذكروا اسماء يعني باللقب ابو حيدر. بس هذا اللي سمعنا يعني ما ابو حيدر ابو جعفر. انا سمعت انه ابو حيدر وهذا يعني انه اكثر هيك ما سمعت. في واحد هنيك من المعتقلين كانوا بيعرفوا هذا ابو حيدر، ذكر اسمه بس ما اتذكر انا شو اسمه. لما ذكر اسمه اجى دبحه من القتل، دبحه نظام من القتل، خلاه ما يحسن يحكي. هنن بيحافظوا وبيكونوا يعني شديدين على انه ما تطلع اسمائهم ابدا مشان ما ينعرفوا مشان ما يكونوا هدف للجيش الحر بالوقت اللي هن داخل الاخضيه الجويه. يعني عندهم فظائع وعندهم لا اخلاق وجماعه بلا شرف ولا انسانيه مثل ما عم تحكي. يعني 3 ايام انتم بلا اكل بلا شرب وبلا مي وبلا شرب، وقبل ما يطالعوكم من الجويه لمكان الاعدام الميداني شربوكم حتى انا. طيب حتى الشبيح محمد ديري مسكني، لما مسكني قال لي حفظت اسمي؟ قلت له ايه. اذا طلعت تعا واجهني، اذا طلعت تعا انتقم، هيك قال لي. طيب. عرفاني انه يعني تاخذونا اخذينا على الموت. يعني هو معناته قبل ما يدخلوكم على الجويه فهو كان يعني مدرك انه انتم رايحين في عندكم اعدام ميداني ولو رايحين على الجوية. عفان هالشيء اخذوكم على الجوية بس للتعذيب بعدين على الاعدام. مضبوط. هذا معناته هذا الشبيه محمد الديري هو كان في كمان مع شبيحه المرضي كان في له علاقه بالمجزره اللي صارت بالخالدية، مو هيك؟ لكن هذا هو يعني العلاقه فيه محمد الديري لانه يعني كل شيء كان لما اخذونا على الخراب اتصلوا فيه قالوا تعرفي عندنا 2 هون هيك قصته مسكناه هون. يعني هو الراس الكبير بيناتهم حتى بالجويه. يعني حتى بما انه انت عم تحكي انه في عناصر امن شبيحه مسكتوهم بالسيد علي واخذوكم على الجويه، معناتها حتى الجويه متعامله معهم باعتباره هلا الراس اللي بقي ان شاء الله بحلب. يعني بعد ما راحوا شبيحه البري وراحوا هلا محمد الصعبي وراح بما انه هلا ضل هو الوحيد ان شاء الله. يعني اشارته ممطوه لعيد الجيش باذن الله. هلا بنكمل قبل ما اشربوكم مي وطلعتوا برا الجويه. هون كلبشونا وعم حطوا على عيوننا،
قالوا لنا ناخذكم على القضاء العسكري. ونحن بالطريق لما ركبونا على البكامات ركبونا هنيك، ونحن بالطريق دقوا لنا لجماعة قالوا لنا إذا سمعتوا صوت رصاص لا حدا يتحرك، هاي الرصاص من عنا. هون نحن كلياتنا عرفنا إنه رايحين مشان يعلمونا. نزلونا من البكام، فوتونا بين صخور، حطونا بين الصخور، وهنيك بلش تطلع علينا. ضربوكم برصاص؟ ضربونا برصاص، واستشهدوا المعي كلياتهم. انت كم بس كم طلقه صمودي؟ اربع رصاصات. اربع رصاصات، تفضل كمل. اكلت طلقه افرجيها هلا. بصدري؟ اكلت طلقه بصدري، طلقه في ظهري، طلقه باجري، طلقه براسي. في هنيك لما ضربونا ما في ثواني من خوفهم، فورا راحوا ليشوفهم حدا ولا يعرفوا حدا انه على المصدر سووها. من خوفهم فورا يعني ما في ثواني ضربونا وراحوا. انا قمت هون بنفس يعني ما في بعد ما ضربونا بعد ما طبيت صرت اتشاهد انه هلا تطلع روحي. بس قمت صرت اصيح يا الله يا رب، يعني انه مشان انه يسمعوني عالم تسمعني تيجي تنقذني مشان هذا. تمت شي تقريبا ساعة وشوي على بنازع لحتى قال بعث لي شباب انك سمعوا صوتي اجوا اخذوني. ساعة انت ضليت ساعة كاملة واربع طلقات والحمد لله رب العالمين الله نجاني. هلا بالنسبة للشباب اللي ضلوا شهداء وقتها نقلوهم على غير منطقة مو هيك؟ ايه اخذهم الجيش الحر عشان يتعرفوا عليهم بالمناطق. في تم التعرف على بعضهم؟ بالضبط انا ما يعني ما بعرف اذا تم التعرف على بعضهم ولا لا، بس المهم الجيش الحر اخذوهم صار يدوروا عليهم بالمناطق عشان يعرفوا اهاليهم، ونشروا الخبر انه هيك 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 مشان يعرفوا اذا حدا له يجي ياخذ الميت. هلا بالنسبة للشهداء اللي استشهدوا معك، كانوا شيء معك بالجوية بتعرف من وين شو كانت تهمهم ولا ما بتعرف حدا منهم ابدا؟ والله انا كنت بحكي مع واحد سالته يعني ايش تهمتك انت شلون لقطوه؟ قال لي انه كنت ماشي قام اجوا لعندي قالوا لي هويتك. قلت لهم مين حضرتكم؟ قالوا لنا احنا الجيش الحر. قال لهم عراسي، بس لانه قال لهم كلمة عراسي اعتقلوا معنا.